الفريق الاهلي. وبعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بشان تطبيق نظام اليوم الكامل، سادت حاله كده من الارتياح من جانب اللاعبين بعد قرار المدير الفني بتطبيق نظام اليوم الكامل خلال التدريبات. لعيبه النادي الاهلي قالت ان في فتره بيتسو موسيماني الفريق ما حصلش على الجرعه التدريبيه بشكل الكافي، وكان كده في شويه تراجع في المعدل البدني بسبب طبعا فترات الراحه الطويله جدا اللي كان بيمنحها بيتسو موسيماني للعيبه. ده غير كمان ان سواريش المدير الفني السابق فضل كمان يعني في ايجاد كده فشل في ان هو يقدر ان هو يجد حلول لمواجهه الاجهاد.